لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الجزائر، البعض يقول لي وانت عايش في فرنسا مش دخلك في الجزائر، يعني ها ولا اخر لي يدخلك نهار كامل، هو يتظاهر لك هنا في باريس ما دخلوش، علاش يدخل؟ انا على الاقل راني نهضر معك فقط الجزائري، ساعات ندير مداخلاتك وشفتوني انه كيبدا الحراك الشعبي، انا معارض، تعرضت للسجن في الجزائر واضطهدت وخرجت وانتقدت النظام وعارضت نظام بوتفليقه منذ بدايته. منذ بدايته وانا معارض في نظام بوتفليقه. وخرجنا، لما خرج الشعب على الشعب الجزائري قلنا خلاص كي خرج الشعب نحن نسكت. ولكن كي بدا التخلبيص وبدا التحريض كذا قلنا لازم نتكلموا. لازم نتكلموا، الناس قاعده تكذب عليكم، راهم قاعدين يكذبوا عليكم، يجيب لك خبر واحد صادق ويجيب لك ألف خبر كاذب، والخطر ما شوفك الخبر اللي جابه صحيح، الخطر الكارثه كبيره فك الاخبار الكثيره اللي يجيب فيها، لذلك ما تسمعوا لهمش، مشوا لاي واحد يجيك يعطيك خبر، واحد يجي يقول لك اليوم راهم المخابرات داروا وراهم الجنرال، حتى وصلنا لدرجه انه كل جنرال يموت معناها راهو اغتالوا، يعني حتى الجنرالات ما يموتوش موت ربي، مش هم بشر؟ مش هم عباد؟ لا اله الا الله، وصلنا لواحد العبث، واحد يقول لك الجنرال فلان راهم هزوه وعذبوه وما ادري شو شيء، تقول حاضر معاهم، واحد يقول لك راهم في السجن الفلاني راهو جاوا قالوا له قال لهم كانوا كان معاهم. يا جماعه الخير 90% ولا اكثر راهم يكذبوا عليكم. والله يكذبوا عليكم. ما عندهم لا معلومات ولا بطيخ، كاين اجهزه معينه فيهم بعض الاطراف تخدم لصالح جهات معينه ساعات يطيشوا لهم خبر صحيح باش يواصلوا الكذب على الجزائريين. مشكلتك ايها الجزائري لازم تعالجها ثم، كي عندك سلطه وعندك مسؤولين، عندك طرق تغير المسؤولين، اما هذا اللي قاعد لك لهنا راه اكثر حاجه راه يستفيد على ظهرك، يجمع في التبرعات باسمك كما كانوا يجمعوا في جماعه الفيس في التسعينات، كانوا جماعه الجيا يجمعوا في الملايين من بريطانيا وبروكسل والمانيا، وين راحوا الملايين هذوك؟ استفادوا منهم بعض الاشخاص، بينهم الان راهم عايشين شروا بيوت وكذا وكذا بالدراهم اللي كانوا يجمعوا بهم باسم جماعه يذبحوا، والعائلات هذوك اللي اولادهم حرضوهم وطلعوا للجبل وماتوا اولادهم، فيهم اللي فقر، فيهم اللي اتجهوا الاعمال غير الاخلاقيه، والله فيهم اللي نساوينهم وبناتهم، الله يستر علينا كلنا، اتجهوا في اشياء الله اعف لساني من ذكرها، لانه الله غالب ما عندهاش معيد. وكل اللي جر عليهم واحد راهو عايش في قصر في الدوحه، متهنكر لك في الدوحه، راس مال وملايين الدولارات، ومازال يكذب على الجزائريين يقول لهم ديروا ديروا ديروا، الجزائري حل مشاكلك ثم، ما تتبعنيش انا وما تتبعش غيري. حل مشاكلك ثم، انك تطريق امورك مع رئيس بلديتك اللي ثم افضل ألف مره تسمع لي انا اللي لا اقدم ولن اخر لك شيء. عالج امورك، انا شفتهم ناس اقسم بالله الشوارع نتاعهم ما نفضوش منهم الغبار الزباله من قدام دارهم. ونهار كامل هو جالس لي هنا ويحلل لي تحاليل استراتيجيه ويتبع لي فلان وعلاه. وقال غدوه تطيح به يقول له ابعث لي 100 اورو برك نعالج بها ولدي، والله ما يبعثها له. شوفوا الجزائريين اللي وش 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 وش, وش صرالهم في التسعينات بسبب التحريض الخارجي هذا اللي يجيهم من الخارج. صدقوش حتى واحد يا ناس، ذهنك ما تسلموش، ذهنك ما تسلموش لاي كان، خلي عقلك يخدم ثم، مصالحك ثم، مصالحك ثم. هؤلاء الناس حتى هذم اللي هنا يحرضوا فيك وكذا وكذا وعلى الأنت الأمازيغية جسوي باربار وكذا، أنا عايشين هنا في فرنسا، فيهم اللي خدام وفيه اللي عايش بالمساعدة الاجتماعية وفيه أموره تمام، ولده هنا يحمل الجنسية الفرنسية، ما هو خايف حتى شيء، ماخذها وش هي، ماخذها يعدي بها الوقت. أما أنت مصلحتك في بلدك، مصلحتك في بلدك، حل امورك بديك، ما تسمع حتى الواحد. والله اذا تضررت البلد غرق تغرق بك انت، اذا طاحت العمله تجوع انت، اذا فقدت السلعه
انت اللي ما تبقاش من تشري سلعة تطعم ولادك، اذا فسدت المدارس ولدك اللي يقرا فيها. واحد قال لي حتى انت ما تصدقني، واحد قال لي حتى انت ما نصدقوكش، نعم اذا حررتك ما تصدقنيش، نقول لك شوف مصلحتك، صدق روحك، صدق واش تشوف فيه قدامك. اما كي نقول لك انا كي نقول لك تركة اخرج ايها الجزائري دير كذا وكذا وكذا ما تصدقنيش، مادام مانيش معاك. واحد يجي ينشر لي يعاود لي في فيديو انا نتكلم على العرب، هذا الفيديو اخرج من سياقه في واحد الحوار درته في الجزيره في ما انا ما عارف منذ اكثر من 10 سنين ولا 12 سنه ولا ما ادري متى، كنت نتكلم على الراهن العربي وتكلمت كلام قاسي نوعا ما وليس عنصريه ضد العرب حقيقه، كنت اتحدث على ما عليه الراهن العربي، ولكن وقلت في تلك الحلقه اني لا اتكلم عن العرب عبر التاريخ الاسلامي ولا في عهد الفتوحات الاسلاميه، قلتها في نفس الحس، ولكن تم ترجمته الى لغات العالم كلها واخذ هذا المقاطع على اساس ان يسب العرب كانه دليل. ايه يا سيدي لنفرض هذا كان رايي في ذلك الوقت، كان في 2007 ولا مش عارف وقتها، عندها 13 سنه ولا 14 سنه، كان في ذلك الوقت يعني ها 13 سنه ما تغيرش رايي، لنفرض جدلا انه صحيح. اخي الكريم رانا في مرحلة أكثر شيء فيه هي الأخبار الكاذبة، والله هي الأخبار الكاذبة، لا تصدقش الناس راهم يتاجروا بيك، والله يتاجروا بيك، يجي يجلس هنا يحرض 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 ويخرج يخرج مع أصحابه يتعشى في 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 مطاعم خمس نجوم ويقول والله اليوم اليوم اليوتيوب نتاعي والله المداخلة نتاعي ربع ساعة ولا ساعة جابت 250 ألف مشاهدة، 250 ألف مشاهدة راهي جابت لي على الأقل على الأقل 71 أورو، ما شاء الله في الشهر راني جبت 3000 4000 أورو مداخيل اليوتيوب فقط فقط، والجزائريين يتفرجوا وقاعدين، وفي نفس الوقت يحط لك تحت الباي بال وقدم لنا مساعدات من أجل، والله أقسم بالله لو عرفتهم عن حقيقتهم، لو عرفتم هؤلاء عن حقيقتهم والبطولات اللي يدعوها لكم هكذا على اللايفات ووسائل الإعلام، والله العظيم ستحتقرونهم أكثر مما تتخيل. بل مختصر المفيد أخي، والله إني ناصح أمين، أنا أنصح، واللهم قد بلغ، والله فاللهم أشهد أنا بلغ وقلت لكم أن هذا الدستور يشكل خطر على الدولة الجزائرية، وأن هذه المادة لغم العصابة، وأن رفض هذا الدستور سيحرر الرئيس من تبعات هذه التركة المسمومة، أنا بلغت. إذا أخذتم بنصيحتي جزاكم الله خيرا، وإذا لم تأخذوا بها أتمنى والله أسأل الله تعالى أن التخوفات اللي أني أتخوف منها تطلع ما عندها حتى معا، وهنا سأفرح كثيرا وأقول أنني كنت متشائم أكثر من اللازم، ولكن أنا اللحظة هذه يقيني أن هذه المادة ستشكل خطر على الجزائر. أتمنى أن يكون خرف نخرف يا سيدي، هذا اللي راح نقول لكم، مش معناها أني أقول لكم هذا الكلام معناه خلاص ولازم تدير وقت، لا لا يا أخي، أنا ناصح أمين، موقفي أنا شخصيا كأنور مالك أرفض هذا الدستور، وهي الأسباب اللي خلتني أرفض هذا الدستور. اللي حاب أهلا وسهلا، واللي ماشي حاب والله أحترم رأي أي كان، أن وأعتقد بأنه ستعقدون الأمور أكثر مما يجب. شكرا، خلينا نشوف، تحيا الحراك ومش عارف الله. على كل حال إخواني الكرام، أنا نزيد نأكد لكم مرة أخرى أنني لست ضد أي عرق أو أي جماعة، أكره الطائفية، أكره العنصرية، هذه الأشياء تدمر الدول، أكره صراعات الهوية في المجتمعات هي أكبر ما تدمر الدول وتهدمها وتخربها من الداخل، الصراعات هذه الطائفيه هكذا، حتى انني لما وقفت ضد المشروع الايراني، يعني بعض الناس يجي يقول لك راك ضد كذا وكذا وكذا، انا عمري ما تكلمت في الجانب الديني هذا لانه ليس اختصاصي، رغم اني اعرف الكثير في هذا الجانب، ولكن اتكلم من منطلق انه صناعه طائفه وتجين مجتمع سني اني كامل وتروح تصنع فيه طائفه جديده ضمن
طائفة هذه معروفة بأنها تؤدي إلى التناحر والكراهية في إطار نظرية المظلومية، أعرفها بأنها تهدد الأمن القومي الجزائر، فضلا ما أعرفه عن المخططات الإيرانية التي تستعملها في صناعة هذه الطوائف التي تؤدي إلى صناعة ميليشيات وبعد ذلك حروب. إذن دائما خوفي على استقرار الجزائر وأمنها وهويته، وهو الأمر الذي أضر الذي الآن سيضر الجزائر من خلال هذا الدستور. أقول لكم لا لهذا الدستور، قولوا لا، والله لن تندموا. والندم الكبير إذا قلتم نعم أو تركتم الفرصة ولم تذهبوا إلى صناديق الاقتراع الاستفتاء ولم تقولوا موقفكم. اذهبوا بقوة إلى صناديق الاستفتاء، اذهبوا بقوة في أول نوفمبر، اجعلوه يوم تاريخي، يوم لتحرير الجزائر من عصابة بوتفليقة، وفي أولهم هذه المادة اللغم التي لم تنبني لا على أساس قانوني ولا على أساس منطقي ولا على أساس يمكن أن يكون له أي تبرير. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.